للي ما يعرف، ممثل دور بطل مسلسل النبي يوسف واحد من أهم أسباب نجاح المسلسل. خلوني أحكي لكم نبذة عنه. اسمه الحقيقي مصطفى زماني، عمره في 2023 41 سنة، ممثل إيراني مشهور جدا كممثل موهوب وعارض أزياء. ففي سنة 2004 صنف كثاني أجمل رجل في إيران، متخرج من جامعة آزاد الإسلامية قسم المحاسبة من كلية التجارة، مسلم الديانة والحمد لله، متزوج ولكن لم يصرح ولا توجد أي معلومات عن زوجته. طوله 178 سنتيمتر ووزنه 80 كيلوغرام. أول وأكبر عمل له كان في المسلسل الإسلامي يوسف الصديق، جعلته هذه الشخصية يحظى بمحبة جمهور كبير من مختلف البلدان الإسلامية حول العالم، وتقدر ثروته الصافية بحوالي 4 ملايين دولار. حكيت لكم نبذة سريعة عنه، وأنتم اكتبوا لي رأيكم بهذا الممثل الرائع على التعليقات.